جملة شهيرة. معكم من استاد القاهرة الدولي معلقكم أشرف شاكر كابتن أشرف، لا أخفي حجم سعادتي الكبيرة بهذه المداخلة. كابتن أشرف مشرف ومنور حبيبي يا كريم، أهلا بيك يا حبيبي. إزيك؟ مشرفنا ووحشنا جدا. ده أنتوا هتجنن على مصر، وحشيني وكل مصر وحشاني. أعظم بلد في العالم يا حبيبي، وأعظم شعب في العالم، وأعظم رئيس جمهورية في العالم الرئيس السيسي. أنا وأنا بقول كده بعيط، هموت على مصر. شيء مش طبيعي، حاجة زي الوردة الحلوة. زي إحنا العرب كويسين قوي يا كريم، قوي. صحيح. إحنا كلنا أحسن ناس في العالم إحنا العرب. ومصر زي العرب دول زي بستان ورد كله حلو. مصر بقى وردة جميلة قوي قوي في البستان ده. يا حبيبي كل العرب بيحبوا مصر وكل العالم بيحبوا مصر. شيء رائع. والانجازات اللي بتحصل دي مش انجازات، دي اعجازات. دوله عظيمه ورئيس عظيم وحكومه من اعظم ما يكون واعظم شعب في العالم. اللي بيحصل ده اوروبا ايه؟ ده احنا قد اوروبا 100 مره. وما نخافش، احنا عندنا الامل واملنا كبير وكل حاجه بتتحل. ماشيين بشكل رائع رائع. كالعاده يعني دخول مبهج كعادتك، يعني في دخولنا في المباريات دخول مبهج ايضا يا كابتن اشرف. ليه غايب عنا كل ده؟ ده السؤال الاول لما كتبنا على السوشيال ميديا، حضرتك موجود معانا النهارده، بيسالوا الناس كلها ليه اشرف شاكر مع حفظ الالقاب لهذا المعلق العظيم غايب عنا كل ده؟ ربنا يخليك. هو حبيبي انا في موجود في امريكا، اللي كانت هي وعكه صحيه والحمد لله. يعني انا بشكر امريكا جدا لانهم عالجوني كويس جدا. يعني احسن حاجه هنا في امريكا الطب فعلا. وكانت حاجه يعني اللي هو هارت اتاك، وعملوا لي تو ستنت، بس كان الموضوع جامد شويه لان كان الشريان مسدود خالص. واتعمل لي تو ستنت والحمد لله عالجوني. يعني انا ام اوتو امريكا، يعني عالجوني كويس قوي قوي يعني. وانا دلوقتي يعني اخش في الجبل اكسره، ما تخافش احنا ما بنقفش. نيفر جيف اب. ده اهم حاجه. زي الفل وحديد وغاليين قوي وجامدين قوي. وعمرنا نيفر نيفر اي مصري نيفر جيف اب. ما شاء الله الصوت كالعاده هو صوت مبدع ورائع. طيب هل ده يخلينا بعد الحمد لله، الحمد لله بفضل الله عديت هذه الوعكه الصحيه، نشوفك او نسمعك قريب مره اخرى؟ انا يعني عايز اطير واجي لكم دلوقتي يا رب. يعني حب مصر مش طبيعي. ومصر في شيء في احسن حالاتها. كله بيعمل ريس عشان يوصل لاعلى مرحله. واحنا في اعلى مرحله. وعلى فكره الازمه الاقتصاديه اللي موجوده هي موجوده في العالم كله. صحيح. اول دوله هتخرج منها مصر ان شاء الله، لان اعظم شعب في العالم مصر واعظم طبعا. حكومه في العالم كلها حكومه مصر ان شاء الله. هنخرج منها واحنا مفيش في العالم زينا.